عامل لك مفاجأة. وهيدي المفاجأة هي إنه لأول مرة رح أستضيف ومشكور كتير الوالد قبل يكون معنا بهيدي الحلقة، لأنه صراحة صار لازم نقطع الحبل بهيدول المواضيع والشك لأول مرة مع تمام. أي والله عانينا كتير. أبو وديع تفضل. أهلا وسهلا بأبو وديع. يعني نحكى كتير، نقال كتير، ونحن بالحلقة الماضية حكينا كتير، دمعته كانت سهلة تنزل. اليوم الابن أبداً ما بيقدر ينفصل عن بيه. أبو وديع أهلا وسهلا فيك. أنت نجم والكل بيعرف صوتك الرائع وأدائك وأحترامك. الله يخليك أبو وديع. بكل صراحة، شو رأيك أبو وديع الشيخ اللي يعني هو منه ابنك؟ يعني شهادتي أنا ضل الوالد شهادته بابنه مجروحة، بس أنت فنان الله يخليك. إذا بتقول الحقيقة، يعني الحقيقة اللي بقولها أنا، لو أنه مثل هالعالم اللي عم تحكي أنه خلافات أنا وابني وكذا، كلمة صغيرة بقول يا جبل ما يهزك ريح. حلو. لأنه أولاً لو ما في رضا الوالدين ما وصل وديع لهون وبجهوده التامة. أنا لما كنت بالفن كن كذا فنان معدودين على الأصابع، صحيح، مثل ما قال وديع هلا. فاليوم وديع شق الطريق، إنه صحيح إنه في إله بي. وديع ما تعدى على الكار، وديع أخذ من بيه وحافظ كرامة بيه. حلو. وهيدي العالم اللي عم تحكي أنا جاوبتهم، يعني بحياة عمري ما كان غضب من ابني أو غضب مني أنا على ابني. حلو. فبقول لهم أنا هلا أنا ابني طالع لي بشغلي إنه بيهاجم. صح. وأنا بهاجم. أنت ضد هيدا الشيء؟ ضد وديع لما يهاجم؟ هلا أنا ليك، في بعض ناس طلعت على ظهر وديع بالمهاجم. نعم. أنا بالنسبة لإلي أنا بقول لهم خيطوا بغير هالمسلم. أنا بالنسبة للي وصلوا وديع ابني، أي. ما حدا وصل له، مش لأنه ابني عم بحكي هلا، أنا بحكي إنه كل العالم تعرفني إنه أنا كلامي قاسي. أوكي. اللي وصلوا لابني وديع هلا ما حدا واصله. أوكي. أنا بطلب منه بالإذن من ابني، أي. الغالي على قلبي، هالعالم اللي عم ترد عليهم منو خرجك. انت عم تطلعه يعني بينزلوا تحت الارض ترجع بتشقوه. لا هي 100% عم. وليه بعدك عم ترد؟ انا بحب اتسلى. شو قلت لك؟ انا عندي ضامه. وقت ما بيكون عندي شغل بلعب فيه، وقت اللي بيكون عندي شغل بخليهم يشتغلوا لحالهم. هيدي ليك خبرك شغله، هيدي طريقه لإلي انا خاصه فيي انا. طيب ودي اطلع ببيك. ايه. طلع فيه، اعطيني كلمه. طلع فيه. اعطيني لين دمعت كمان. اعطيني جملة. ايش بدك فيي هلا؟ اعطيني جملة بتقولها من قلبك على طول. عندك هذا الانفعال، طلع لي ببيك. اذا بتعمل معروف كون شوي حساس. اعطيني كلمة. لك هو كيف دمع. اعطيني كلمة بتقولها لبيك اليوم مش قايلها قبل. شو بدي اقول؟ اعطيني كلمة مش قايلها قبل. شو بدك تقول لبيك اليوم؟ ليك لأقول لك شغلة، انا بعتز انه بيي نادر الشير بحياتي ما عابني بشيء. بالفن إلو على الفنانين ما حدا إلو عليه، إلو فضل على الفنانين ما حدا إلو فضل عليه. طلع أجيال وربى أجيال بهذا الشيء. أنا نعمة من عند الله إنه ما في حدا بالكون بيقدر يقول لي نحن طلعنا بيك أو نحن عملنا بيك، إلا كله بيقول لي بيك اللي عملنا وبيك اللي طلعنا وبيك له فضل علينا. هاي نعمة كبيرة من عند الله بتكون لي أنا، وهيدا أنا اللي كبر لي راسي أكتر وأكتر. حلو. إنه أنا ما حدا له فضل علي ولا عبي ولا أبدا، إن شاء الله ما بيجي حدا بيكون له فضل علينا غير رب العالمين. والحمد لله أنا هاي نعمة بحمد ربي عليها. سكت الميكرو، بدي ردية للوالد. يلا. للأب، بس طلع فيه أنت عم تغنيها يا خي. نحن حنيتنا زيادة على اللزوم، طلع من راسي تمام. نح. خلصني، طلع من راسي وما بقى تقلي تطلعوا ببعضهم. طلع ببيك. لخبرك شغلة، نحن عنا شاب فاقدينه من البيت، يعني أنا ما بتطلع بإخواتي. هلا لتقلي تطلع ببيك انسالي يا أمرا، أنا بإخواتي ما بتطلع. طلع ببيك. ريشة، طلع من راسي. طلع ببيك. يلا.
بعمره ما غرّك، الله بعمره ما غرّك، حكي الناس بعمره ما غرّك. بدي اقول لك بوديع رك الله يطول بعمرك. ويلي مش عيب اذا دمعت، مش عيب اذا دمعت، نقدر نكفي الحلقه معك. مش عيب اذا دمعت، انا بدي اشكرك ابو وديع، بدي اشكر احترامك لنا وشكرا لانك جيت لعنا وقبلت تكون معنا اليوم لاول مره. والله يطول بعمرك ويخلي لك وديع، وان شاء الله ما بقى تشوفوا مشاكل ولا يكون في مشاكل بحياتكم. الحمد لله، اهلا وسهلا فيك حبيب.